السلام عليكم خاوتي احبابي، كالعاده وكما عودناكم اليوم الجوله تاعنا سفينه الدلفين اللي متواجده هنايا بلا مدرك مع خويا وحبيبي. ها اليوم الجوله في الشباب، المهم الاحباب جوله عائليه مع لا فامي بزاف شابه. اخويا العزيز صحيت صحيت اليوم صحيح، واليوم راح تعيشوا معنا الاجواء هنايا بهذه السفينه الدلفين اللي راح تنطلق منها يا بلا مدرك. المهم الرحله الاولى انطلقت على 4:30 مع اللي ولات، دوكا راح تنطلق الرحله الثانيه اللي راهي 6:30. هكذا الاحباب هاي ليك مع الانطلاق السفينه من هنايا بلا مدرك. او حبيبنا جاب لنا الورد، يا الله يبارك يرحم باباك. هاي ليك هذه هي الاجواء هنا في سفينه الدلفين بلا ما ادراك. هاي الفريم روعه روعه بزاف. هاي سيدي فرج مقابلتنا شيراتون موريتي كلوب ديبا. هذه هي الاجواء كما راكم تشوفوا فيها، وهاو ليك شيراتون او انفصلينا شيراتون مع لوتيل جديد اللي راهم يبنوه فيه قصر المؤتمرات او الجهه اللي من الهيكات كلوب ديبا موريتي. الدعوه هنا زاهيه بلا ما نحكو. ايوه سيدي فرج غنيه عن التعريف اللي راه قدامها فندق الرياض. أعطي البركة عليها البية مع قوة الباك إن شاء الله. سيفو بلي باك ما تخلطوش باك رجليكم باسكو سينو طيحو كي تيتانيك. وي ما تخلطوش رجليكم. بالبركه عليهم ربي يهنيهم ان شاء الله. زيدوا لنا عليهم به سيفو بلي الله يبارك ربي يهنيكم ان شاء الله قبل الدريه صلحه. سيفو هاوس هاد مارياج زيدوا لي تولي عليهم اي منهم ربي يسرهم يسرهم يسرهم. لو كان نصيب ما فوق المغيسه عيني سعيد 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 عيني سعيد.
مع لي فامي اجواء بزاف شابه والله روعه روعه بزاف هنايا سفينه الدفين بلا ما درك اللي تنطلق كل يوم بلا ما درك لو بتي فام وريتي شي لاطون سيدي فرج تلك الجوله اللي ما راحش تندبوا عليها ابدا مع الدراري ديالكم مع العائله ومرحبا بكم وما راحش تندبوا الله. المهم الاحباب ما تنساونيش تنشر شاب ابوني بارطاج قولك حبيبنا الله يبارك يا مالك الاجواء من تحت تانيك لي فريمو تانيك شابه مالك كيما راكو تشوفوا الداخل اللي يحبوا الكالم يحبوا السوسطه ويحبوا الخلوي تانك لتحتها ولا غير هاي لك لي فريمو اجواء ولا غير بزاف روعه هكذا كيما من هنايا مالي تكون لتحتها حاب تجي دير نظره من هنايا واو كيما شفتوا الاجواء مارير حنا نعاودوا نطلعوا الفوقة للفوقة توجر اجواء روعه روعه بزاف مع لي فامي هاي ليك الفرجه أنا الوحدانية ها 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 هذه هي الجولة مع قبطان السفينة ومن هنايا مكان الانطلاق ومكان العودة هنا بعد ما خلصت الرحلة أملك هذو هما اللي تقدموا في الرحلة الثالثة كما راكم تشوفوا فيما يخص السعر في متناول الجميع 100,000 نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الرحله تاع اليوم ما تنساوناش جام ابوني بارطاج